خليني أسألك، إذا كانت الحياة مسؤوليتك، أو إذا كانت قصة حياتك هي مسؤوليتك، أو أنت الكاتب في هذه القصة، إذا على فرضية في ناس يقولون لك أنت حياتك أنت مسؤول عن حياتك، أنت مسؤول ليش صار لي حادث، أنت جذبت الحادث، أنت سويت كذا، أنا هذه أفكارك، هذه مشاعرك، الداخل دايم برطين. إذا كانت هذه، وهذا شيء مخيف جدا، هالشيء يعني مخيف، تحس الموضوع كبير، أوه ماي جاد، أنا مسؤول عن كل القصة، أنا اللي كتبتها قصدكم، كتبتها كلها، حتى حطيت الفاصلة، قفلت المحور هذا، أو قفلت الفصل هذا، أنا اللي قفلت الفصل، أوه واو، بدأت فصل جديد. إذا كانت القصة هكذا، فما هي درجة أو ما هي كمية الأشياء في قصتك، أو حجم الأشياء في قصتك اللي تستطيع أن تقول وبثقة أنا مسؤول عن هذه النتائج؟ سؤال صعب. ما هو الحجم من القصة؟ الآن عندك قصتك كاملة، كم بالمية من هذه القصة اللي تقدر تقول أنا فعلا مسؤول عن هذه، أنا فعلا مسؤول عن 10% من قصتي، أنا فعلا فعلا مسؤول عن 20% من قصتي، أنا فعلا مسؤول عن 50% من قصتي؟ كم نسبة اللي تقدر تقول بوعي أنه أنا مسؤول عن هذه الجزئية، أنه أنا شايف، إيه شايف هذه، أنا حصلت لي لأنه كذا، وهذا أنا جذبته لأنه كذا، وهذا صار لي لأنه كذا، وأنا زواجي كذا لأنه كذا، وأطفالي كذا لأنه كذا، وأنا أعيش القصة هذه لأنه كذا؟ كم بالمئة أنت تستطيع أنك تقول أوه واو أنا مسؤول عن كل القصة هذه؟ مو بطريقة أنه أنت قاعد يعني تتفلسف، لا، بطريقة أنه أنت أوه واو متأكد، عارف أنه هذه القصة أنا سويتها. أنه هذه القصة أنا سويتها، هاي قصتي. إذا عندك ألم، إذا عندك غضب، إذا عندك حزن، إذا عندك شخص مبهذل فيك، إذا عندك حدث سلبي مر عليك في حياتك، إذا عندك موضوع كذا مؤرق بالنسبة لك، إذا في شخص مر عليك في الشارع، إذا اليوم سويت أوردر من محل ولا من بقالة وجاك الأوردر غلط، إذا في شخص قال كلمة ما عجبتك، إذا فتحت السوشيال ميديا ولقيت شخص يعني أثار يعني استفزازك، كم بالمية من هذا تقدر تقول أنا صنعت هالقصة؟ أنا صنعت كله. جت الطلبات غلط، أنا كذا مزبط الموضوع كذا. فلان اختلفت أنا وفلان، أنا مضبط الموضوع كذا. الموضوع صعب، صح؟ مرة صعب إنه أنت تعترف إنك مسؤول عن كل الجمال اللي في حياتك، وعن كل الخيبات والألم والفشل والقيعان اللي مريت فيها. صعب جدا. وعلى فكرة لذلك أنا أعتبر إنه حالة الاعتراف اللي يمر فيها الإنسان، أعتبرها أول خطوة من خطوات تطوير الذات. أول خطوة من خطوات تطوير الذات إنه أنت تعترف. ذكرت هذا الشيء في قانون المسؤولية، إنه أول خطوة، ذكرت كل الخطوات في التطوير، بس أول خطوة إنك توقف قدامها وتعترف، تعترف إنك جايب المصايب لنفسك، إنك مخربط حياتك، إنك موجع نفسك، إنك مخيب ظن نفسك، إنك أنت ما سويت القصة زي ما أنت تبغاها، إنك أنت جايب العيد في نفسك، أنت اللي خربت العلاقة، أنت اللي خربت الوظيفة، أنت اللي خربت النجاح، أنت اللي اخترت الفشل، أنت اللي اخترت هذا وهذا وهذا وهذا. كل الألم، كل خيبات الألم هذه، كل شيء مريت فيه، تعترف ولا ما تعترف؟ هذه قصة كبيرة، ما ندري نقدر نعترف ولا ما نقدر نعترف. لكن السؤال، إذا تقول لا أبدا، لا معلش، أنا أوكي، أنا مسؤول يعني عن مثلا أوكي 40%، عن 30%، بس معلش في أشياء مو شغلي، في أشياء
في أشياء أمي أبوي، في أشياء الحكومة، في أشياء المجتمع، في أشياء السوشيال ميديا، في أشياء في أشياء أشياء. وش هذه الأشياء؟ وش هذه الأشياء اللي أخذت منك الريموت كنترول؟ وشي؟ زوجي، زوجتي، الجيران اللي مر في الشارع، أبو الجيران، وش هالأشياء هذه اللي ما خلتك مسؤول 100% عن القصة؟ وش هذه الأشياء اللي ما خلتك مسؤول 100% عن القصة؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. مين الشخص، مين الشيء، مين المجموعة اللي مستلمين منك الريموت كنترول ومخلين الموضوع انه انت ما انت قادر تعترف انه انت مسؤول 100% عن هذه القصة؟ اهلي، البيئة، المجتمع، ديني. اوكي، حطيهم على الطاولة، حطيهم على الطاولة. ما اصابك فمن نفسك. ابو الجيران. او ماي جاد. اوكي، لما تقول والله انا لا 40% في احد متحكم فيه، يعني انا اوكي انا قاعد ادير 60%، 40% انا مو مسؤول عنه يا دكتور، لا تحطيني في هذا الموقف الصعب. انا مو مسؤول، انا مجرد يعني انسان يعني الشكوى لله، يعني ضعيف يعني كذا، يعني وعطيتهم الريموت كنترول. طب مين عطاهم الريموت كنترول؟ مين عطاهم الريموت كنترول؟ مين؟ انت. انت بعد، ها، ما تقدر تطلع من المسؤولية. انت عطيتهم الريموت كنترول، ما تقدر تطلع من هذا الموضوع. معلش معلش، ما تقدر. اقدر افهمك انه انت مو 40%، يعني انت بس 40% تحكم، بس مين عطاهم الريموت كنترول؟ انت عطيتهم الريموت كنترول. ذلك 40% اللي هم متحكمين فيه انت اخترت انهم هم يتحكمون فيه. انت اخترت، انت اخترت انهم هم يكونون مسؤولين عنك. انت اخترت انك تظل طفل، تظل بزر، تظل يعني زي النونو كذا، يحتاج احد يعني يدير الريموت كنترول حق. انت اخترت هذا الخيار، انت اخترت هذا الخيار، انت اخترت انك تسلم الريموت كنترول لهم، تقول تفضل، وبعدين تقعد تسوي قصة انك انت تصيح وزعلان كذا. مخيف الموضوع، مرة مخيف انه انت تواجه نفسك. مزعج. كثير من الناس اصلا لا يتغيرون لانهم لا يصلون الى اللحظة هذه، ما يصلون للحظة هذه اللي يعني يقفون قدام رأي ويعرون انفسهم ويعترفون بالحقيقة ويقولون صحيح، انا يعني عطيتهم الريموت كنترول وانا ابغى اعيش هذه القصة المزرية، ابغى اعيش هذه القصة المزرية، ابغى، وانا يعني طفل واحتاج احد يعني. خصوصا بعض الأرواح الطفلة اللي يعني تختار هذه الخيارات تحس أنها مرتاحة لهذا الخيار. في بعض الأرواح تستيقظ وتحاول أنها ترجع الريموت كنترول، تحاول أنها تكون مسؤولة، تحاول تأخذ المسؤولية عن حياتها. لكن بعض الأرواح الطفلة تقول يعني ما له داعي، يعني نسوي مشاكل ونسوي نقاش يعني ما له داعي، زوجي يضرب خلوه يضرب، يعني تعرفون الرجال مرات. والله العظيم واحدة سمعتها قالت كذا في السوشيال ميديا، والله ما اكذب عليك، وعلقت عليها بعدين جلدتني جلد. وانا صراحة كنت غلطانة يعني اني علقت، لاني ما كنت اعرف، احسب انها مشهورة، مش من عادة اني اعلق على شخص بعينه. فكانت تقول انه عادي الرجال مرة، يعني معلش رجال مرات، يعني تعرفون الرجال طبيعتهم مرات يعني يفقد اعصابه. ياما جلدني زوجي. هي حاطه نفسها مثال، تقول ياما جلدني زوجي وياما، ومعليش الرجال مرات هم يعني تعرفون الرجال، هاي طبيعتهم، هاي فهي يعني مختاره هذه القصه، يعني وعايشه في الجو، عايشه يعني، وعادي تبغى يعني الكثير يعيشون هذه القصه. وبعد في واحده ثانيه في السوشيال ميديا بعد قالت هذا الكلام، صح تذكرت، قالت معليش بس الرجال تعرفون الرجال. يا الله، عاد شلون تخليهم يستيقظون؟ شلون؟ ما ادري شلون. المهم انه يعني انه انت
ما تستطيع انك انت توصل لهذه النقطة انك انت تكون مسؤول 100% عن حياتك وانت سامح لأبو الجيران انه يستلم الريموت، سامح لأي شخص انه يستلم الريموت وخلاص. يعني هذه القصة اوكي، خلونا نعيش هذه القصة، ما لا داعي يعني يجي أبو الجيران يسد على باب بيتكم، يجي يسوي مشاكل، ما لا داعي نتهاوش معه. لا يا عمي تهاوش معه، ليش ما تهاوش معه؟ حقك هذا، بابك، موقفك كذا، صح ولا لا؟ لا، موقفك بابكم ولا لا؟ صحيح انك تحتاج انك تتضارب، شكوى الله عاد، يمكن تحتاج تجرجره في الشرطة، شكوى الله عاد، شو نسوي؟ لعاد أبو الجيران عندكم يعني لا يفهم في الحقوق ولا يفهم في الأخلاق ولا يفهم في الدين ولا يفهم في 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 في, في الإنسانية، ومخه قفل، عاد شو نسوي؟ هو اللي اختار على الطريق هذا، وش نسوي فيه؟ يعني نقعد بدون موقف؟ ما يصير يا جماعة، ما يصير تقعدين بدون حقوقك، ما يصير تقعد بدون حقوق عشان أبو الجيران قرر إنه يلهف حقوقك، ما يصير. متى تستيقظ أنت؟ ما أدري. فهذه خطوة أولية إنه الإنسان يعترف إنه هو مفرط في القصة، رامي القصة، رامي المسؤولية، يحس إنه مو دوره، مو مسؤوليته إنه يسترجع الموقف اللي قدام الباب. ليش؟ لأن أبو الجيران يخوف، أبو الجيران معصب، أبو الجيران عبيط، أبو الجيران عباطته وعلى نفسه، ما هو علينا، أوكي؟ يضبط نفسه ويضبط أخلاقه، وإذا ما ضبط الدين وإذا ما ضبطت الأخلاق يضبط القانون. أبو الجيران ما يخوف. أبو الجيران مين هو؟ أبو الجيران يعني ها؟ ما يخوف. المفروض هو يعني يحترم الحقوق ويحترم ويعطي الحقوق وكذا. لما أنت ما تصل لهذه المرحلة، ما تصل لمرحلة أنك أنت مسؤول، أنت صراحة لا تستحق. سوري، انسى. مايل؟ في شيء مايل؟ كذا؟ لما أنت ما تكون مسؤول، يعني خلنا نقول نص حياتك في أحد قاعد يكتبها، مو أنت الكاتب، فبالتالي أنت لا تستحق. شلون تكتب أني أنا أجذب الفرار الحمراء وأجذب شنطة الشانيل؟ أنت نصف كاتب، ربع كاتب، 10% كاتب. أنت مو الكاتب الرئيسي اللي راح تكتب القصة وتقول الأشياء اللي أنت تبغاها، لا تستحق. ذكر يتناسب الموضوع طردا، على قدر مسؤولياتك، على قدر ما أنت مسؤول عن حياتك، على قدر جذبك، على قدر حياتك الجيدة، على قدر ما أنت فعلا تعيش القصة اللي أنت تبغاها. إذا أنت لا تعيش القصة اللي أنت تبغاها، فراجع مسؤولياتك، معناها أنت مفرط في مسؤولياتك. بس نقطة، إذا القصة اللي معاك ما عجبتك، فمعناها أنت متخلي عن كتابة هذه القصة، وهذا يعني أنك أنت مش مسؤول وتخليت عن ريموت كنترول. في أحد قاعد يعيث في الأرض فسادا ويكتب القصة زي ما يبغى، والدنيا فوضى والدرعة ترعى. بالضبط، كل مسؤول مستحق.